صدمت الفنانة المصرية سما المصري المتابعين عبر صفحتها الخاصة بعد ما نشرت صورة لإلهية ولابس النقاب وعلقت أنا والنقاب بمهمة رسمية، واستفزت سما الجمهور بهالإطلالة، فعلق متابعينا بأنه مش لبق للنقاب أبدا وبأن الصبح بتوب وبالليل بتنحرف. مع بداية الصوم عند المسيحيين اللي بيتبعوا التقويم الغربي، كتبت الفنانة إليسا: تحضروا للصوم بهدف واحد ووحيد، إنه تحبوا أكتر وتكونوا أشخاص أفضل بالمسامحة والخير. وعلقت الفنانة أصالة على كلام إليسا وكتبت: إليسا واحدة من الفنانات القليلة اللي لازم تحب فكرة بالإضافة لفنة، الله يعافيها ويشفيها وتضل بيننا ومعنا مثل ما هي نجمة محبوبة وكبيرة. وردت إليسا على أصالة وكتبت لها إنها بتحبها. توفى الممثل المغربي عزيز موهوب عن عمر 80 سنة بعد معاناته مع المرض. عزيز من مواليد مدينة مراكش وتخرج من معهد التمثيل سنة 1962، وهو واحد من أبرز نجوم التمثيل بالمغرب، وشارك بمسلسلات عديدة منذكر منها الثمن، من دار لدار، وشجرة الزاوية. تعرضت مصممة الأزياء بسمة بوسيل لانتقادات كتيرة من بعد ما نشرت صورة لإلها وهي حاملة كلبة الصغير بالبيت، فطلبها متابعين كتار أنه تتخلص من الكلب لأنه بحسب الدين الإسلامي نجس. فردت بسمة وكتبت: معلش، بس سؤال رح أسأله، شو علاقة الكلب بالدين الإسلامي؟ ومن بعد هالرد تعرضت بسمة لهجوم كبير. وجهت الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن رسالة مهمة لكل الأهالي، دعتهم من خلالها لمراقبة ولادهم هن وعم يلعبوا بالألعاب الإلكترونية. وكتبت ماجي: كل الأهالي راقبوا ولادهم شو عم بيشوفوا على الإنترنت، في ألعاب بتحرض على القتل والانتحار، الشر بلا سبب عم بيطال الأطفال ومسؤوليتنا حمايتهم. بعد ما كان شارك الممثل السوري معتصم النهار بمسلسل باب الحارة بأجزائه الثلاثة الأخيرة، أعلن انسحابه منه، وذكرت معلومات أنه السبب هو رغبة معتصم بتصوير الدور اللي بيشارك فيه ضمن أحداث المسلسل، وما في أي خلاف بينه وبين شركة إنتاج باب الحارة. شهدت علاقة المغني زين مالك والعارضة جيجي حديد موجة تقلبات بين حب وانفصال، فاحتار متابعينهم حول إمكانية ارتباطهم من جديد. وكان انتشر خبر انفصال زين وجيجي من شهرين من بعد ما كانوا رجعوا لبعض، بس زين عبر من جديد عن حبه لجيجي وكتب على صفحته: جيجي حديد أنا بحبك، فأثار الجدل بكلامه حول إذا كانوا رجعوا لبعض هالمرة كمان. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.